السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 8 من كورس البرنانسيشن أو كورس النطق الأمريكان اللي احنا بنتعلم فيه قواعد بتاعت النطق، ودي هتفيدنا جدا لو أنا عايز أتكلم واللي قدامي يفهم برضه، عشان لما أسمع حد بيتكلم إنجلش أو أسمع حاجة إنجلش أقدر أفهمهم. بس النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق الآر. كالعادة إن شاء الله الفيديو هيبقى متقسم أربع أجزاء، أول جزء النطق الغلط، تاني جزء النطق الصح، تالت حاجة القاعدة بعرف ازاي انطقها وانطقها امتى، ورابع حاجة عندي امثلة كتير عشان اطبق على المعلومات اللي انا استفدتها. يلا نبدأ باول جزء معانا وهو النطق الغلط. كار كار كار، روم روم روم، براذر براذر براذر، رين رين رين. ده كده كان النطق الغلط. تعالوا نشوف النطق الصح. كار كار كار، روم روم روم، براذر براذر brother، rain rain rain. تالت حاجة معانا وهي قاعدة، ودي باختصار لما تلاقي حرف ال R مش بننطقه نفس الره في العربي، هي بس كل المشكلة ان احنا بننطقه ره في العربي. الفرق ما بين الره وال R فرق بسيط جدا 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 جدا. الره هنا الره هنا انا بعمل ر ر ر زي الره في العربي اللي احنا كلنا عارفينها، ما فيهاش اي مشكله. الار بقى في الانجليش ما بتخليش لسانك يلمس الحته اللي فوق من بقك، فباختصار هتلف لسانك على قد ما تقدر. انت ممكن في تمرين بسيط جدا بنعمله انك تطلع لسانك وتدوس عليه بحيث انك انت بتحاول تلف لسانك، فبدل ما اقول كار بالعربي كده بقول كار، بقول كار 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 كار، بلف لسه لساني برول لساني بس مش اكتر. هي فرق بسيط جدا ما بين الر والار، بلف لساني لفه بسيطه، يعني تخيلوا كده ان ده لساني، فانا بس هحتاج الفه كده مش هخبطه كده فوق، لا هلفه بس كده. فمش هقول كار ر ر ر مش ر، هقول كار كار كار، لفيت لساني لجوه مش اكتر. كار روم روم روم، براذر براذر براذر، رين 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 رين. ما قلتش رين، لا قلت رين rain rain. تعالوا نشوف بعض الامثله اكتر عشان نطبق على القاعده دي. round 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 round، room 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 room، rain 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 rain، rich rich rich، reach 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 reach، road 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 road، very very very، direction direction direction، arrange 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 arrange، car car car، far far far، star star star، door door door، air air air. فخلوا بالكم بس مش ر، هي ر ر ر، بلف بس لساني لفه لجوه فبقول ر. تعال نشوف بقى بعض الامثله الكلمتين مع بعض. important information important information important information، first person first person first person first person، hard to understand hard to understand hard to understand، early in the morning early in the morning early in the morning، survive divorce survive divorce survive divorce، learn German learn German، 30% 30% 30%، march bargain march bargain march bargain، perfect performance perfect performance perfect performance. تعالوا نشوف أمثلة لبعض الجمل. four door car four door car four door car، her younger sister her younger sister her younger sister her younger sister، sooner or later your older brother your older brother your older brother your older brother، four more over there four more over there four more over there. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس، هتلاقيها على القناه. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس وارد عليك، وما تنساش اشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم، باي باي.